طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. يعني كفر نحوم كان واحد من الأماكن اللي بيصطدم فيها المسيح مع الفريسيين، لأنه فعلا كان القلب غير نقي وغير طاهر، ودائما يفكرون في قلوبهم في أمور ضد المسيح. القلب النقي أحبائي اللي بيطلب الخير للآخر، القلب النقي فعلا هو القلب اللي بيتعامل مع الجميع في بساطة. أنا بصلي إنه حالة قلبنا اليوم فعلا تكون الحالة اللي الله بيطلبها منا. الخطوة الأولى، أنا محتاج أدرك إنه قلبي محتاج لتغيير. أعطيكم قلبا جديدا يقول الكتاب، ثم أدرك إنه أنا بذاتي صعب أغير قلبي، صعب أغير نفسي، فأنا محتاج لنعمة يسوع اللي أكمل عمل الفداء الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات حتى يعطيك قلب طاهر، قلب نقي، تمجد وتسبح هذا الإله العظيم. أحبائي من مجمع كفر نحوم، بصلي من كل قلبي إن الله يتعامل مع قلبك، واليوم يكون قرار حاسم إنه قلبك يكون للرب. على فكرة بحب أسمع منك.